مساء الخير على كل حبايبي، واهلا وسهلا بيكم. يا رب يكون الجميع بألف خير. تعالوا بقى نشوف الخبر الغريب ده معانا. مواطن يقف امام مسجد مدعيا انه المهدي المنتظر في ظل الوباء المنتشر حاليا. تعالوا نشوف ايه تفاصيل الخبر ده وايه اللي حصل. نشرت وسائل اعلام مصرية فيديو لمواطن مصري يقف امام احد المساجد مدعيا انه المهدي المنتظر، وذلك في احدى المحافظات. وقال المدعي في الفيديو، تعالوا نشوف بقى قال ايه: يا أيها الناس، أنا المهدي المنتظر، بعثني الله رسولا إلى الدنيا كلها. أخبر عني محمد رسول الله، وقد بعثني الله رسولا إلى الدنيا كلها. أنا المهدي، أنا المهدي رسول الله عيسى ابن مريم. أمرت أن أسلم فأسلمت لله رب العالمين. أنا المهدي، أملك الناس 7 سنوات، فإن مت قامت القيامة. أنا المهدي، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. ده كان كلامه يعني قدام المسجد. وأكد المواطن الذي لم يحدد بعد مكانه ولا تفاصيل اسمه أنه المهدي المنتظر الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره في آخر الزمان ليحكم في الأرض وينشر العدل. طبعا يا حبيبي البوليس قبض عليه طبعا، وأخد حكم يعني بالسجن 7 سنوات عشان اللي هو عمله دوت. طبعا فزع الناس، وهو أصلا يعني كمان ده بشر عادي يعني، زي ما انتوا شايفين الصور اهيت معانا يا حبيبي. وده طبعا خبر غريب جدا، قلت انزله على عندي يعني، وان شاء الله تابعونا في كل الاخبار المتنوعه والجديده عندنا. وطبعا اللي مفعلش الجرس وعمل اشتراك، يا ريت كده تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. وطبعا ده فضلا وليس امرا، واشوفكم على خير يا رب. وده الخبر يعني غريب شويه.